السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أعمل قائمة بعناصر متشابهة، مثلا الكتب اللي قريتها، البلاد اللي زرتها، الحاجات ديت. فممكن أعمل مثلا بوكس أتكلم مثلا على الكتب اللي أنا قريتها مثلا. تمام، طيب عايز أبدأ أحط الليست. فعشان أعمل ليست أقول له أجي هنا وأقول له يو ال، وبعد كده أجي هنا وأقفل التاج. هو قفله لي دلوقتي. اجي هنا بقى عايز اعمل ليست، هقول له ليست واقفل الليست. اكتب بقى هنا الحاجه اللي انا عايزها، وليكن مثلا كتاب اسمه اي بي سي. وبعد كده ابدا اعمل ليست جديده ال اي، واجي هنا اسمي الكتاب مثلا اكس واي زد. اجي اقفل الليست الا اقدر اخد الليست دي كده كوبي، واسمي ده مثلا انيمال، واسمي ده انت، واقول له بقى انا عايز اشوفه في المتصفح هيبقى عامل ازاي. فهو ده كلمة احنا خدناها، ودي الحاجات ظهرت اهي في الليست ديت.